دلوقتي بنوصل بقى مع حضراتكم ليه؟ ايوه فقره بقى اللي معانا دلوقتي، وزي ما بيقولوا كده الابداع ما بيتوقفش في مصر يا كريم ابدا، دايما كده بيتولد كل يوم ابداع جديد وشخص جديد. وفكره هنا ان انت تؤمن كمان بفكره وتكتبها وتخرجها وتنتجها، اعتقد دي بتبقى حاجه جميله جدا، وكمان لما تحصد جوائز عليها. ده بقى احنا الكلام ده منصب على ايه؟ منصب على فتاه ذكيه جدا عملت فيلم وثائقي بعنوان عاش يا كابتن، هتتكلم عنه اكتر وهنعرف بالظبط ملابساته هو بيتكلم عن ايه كل ده. بس خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل. الإبداع لا يتوقف في مصر، بلد النيل والحضارة والتحديات في كل المجالات. والإبداع دائما ما ينتج من قلب الصعوبات، مثلما نجح الفيلم الوثائقي عاش يا كابتن في تجسيد حكاية أبطال حقيقيين في رفع الأثقال، ليكون محاكاة لصعوبات يعيشونها في مشوارهم الرياضي. عاش يا كابتن فيلم وثائقي للمخرجة مي زايد، حصد 3 جوائز في حفل ختام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. فقد حصل الفيلم على جائزة الهرم البرونزي، وتمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني، وجائزة إيزيس وقدرها 10,000 دولار يقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وجائزة يوسف شريف رزق الله الجمهور وقدرها 15,000 دولار تمنح مناصفة بين المنتج والشركة التي ستقوم بتوزيع الفيلم في جمهورية مصر العربية. وقد أهدت مي زايد مخرجة فيلم عاش يا كابتن جائزة إيزيس وقدرها 10,000 دولار للأبطال الحقيقيين الذين دارت حولهم فكرة الفيلم، وهن فتيات رفع الأثقال من أجل تطوير المكان الذي يتدربن فيه. ويتتبع الفيلم على مدار 4 سنوات رحلة زبيبة، الفتاة المصرية ذات 14 عاما والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وإفريقيا. فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية. فيلم عاش يا كابتن مثل مصر في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كثاني فيلم وثائقي في التاريخ يشارك في هذه المسابقة منذ إنشاء المهرجان، وحصل على جائزة اليمامة الذهبية لأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لايبزيغ بألمانيا، أقدم مهرجان للسينما الوثائقية في العالم. خلينا بقى نرحب بالمخرجة والمؤلفة والمنتجة لهذا الفيلم الوثائقي اللي هو عاش يا كابتن مي زايد. صباح الخير. صباح النور. أهلا بيكي. أهلا بيكي. نورانا ومشرفانا بوجودك، وبنهنيكي على نجاح فيلمك الجميل. والحقيقة يعني لفترة طويلة يعني كان في ندرة نقدر نقول في وجود الفتيات كمخرجات كمنتجات كمؤلفات، ولكن مؤخرا ابتدينا نشوف ان في تواجد قوي جدا، والحقيقه كل واحده فيكم سايبه بصمه قويه، سواء بنتكلم على السينما الروائيه الطويله، السينما الروائيه القصيره، الافلام الوثائقيه كما هو الحال في فيلم عاش يا كابتن. اللي عايزين نعرف منك ملابساته من حيث المبدا كده، الفكره نفسها جت ازاي؟ لقيتي بطلات الفيلم وتعرفتي عليهم ازاي؟ احكي لنا كده الخلفيات. هو الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا فاكرة كويس قوي إن في 2003 أنا كنت وقتها تقريبا عندي 18 سنة أو لسه في المدرسة يعني، وعرفت عن إن نهلة رمضان خدت بطولة العالم في رياضة رفع الأثقال، ودي كانت حاجة كبيرة جدا وقتها، ويعني وكانت موجودة في التلفزيون طول الوقت وفي الأخبار، وأنا اتأثرت جداً وانبهرت جداً بالبنت المصرية اللي بتتمرن في الشارع مع باباها وبتوصل لبطولة العالم.
أنا وقتها ما كانش ليا أي علاقة خالص بالسينما ولا بالأفلام، بس الحكاية فضلت معايا ونهلة يعني بقت بشكل ما أيقونة مش بس للرياضيين في مصر بس لكل الناس. ملهمة ليك. بالظبط. وقعدت يعني بتابعها مع أهلي وقت الأولمبيات والبطولات اللي بعد كده، وبندعيلها وبنشجعها. فلما جات لي الفرصة أن أنا أتعرف على كابتن رمضان الله يرحمه وباباها ومدربها، أنا انبهرت جداً لأني لقيته لسه بيمرن البنات في الشارع برضو، وأنه مش بس طلع نهلة، لا ده طلع بطولات كتير جداً، بطولات كتير إحنا بنتفرج عليهم وقت استلامهم الميداليات على البوديوم. وحسيت أن أنا مهتمة جداً أعرف أكتر عن العالم ده وأعيش معاهم وأعمل فيلم بيعيش معاهم، بحيث أن الناس لما تتفرج على الفيلم هي كمان تحس أن هي عايشت مع البطولات دول، تمرينهم، الأوقات الحلوة والأوقات الصعبة، وتعرفت على تفاصيل البعد الإنساني بقى متحققة، مش مجرد الجزء الرياضي والشق بتاع التدريبات والحاجات دي. بس هو يعني مش ده ممكن يبقى مقلق شوية بالنسبة لك كأول فيلم بتتصدي لإنتاجه وإخراجه وتأليفه بالمقاييس التجارية وأهواء المشاهدين؟ ما ترددتيش، ما فكرتيش ولو للحظة أن أنت تختاري موضوع تاني ممكن يبقى قماشته عريضة وتتناسب مع كم أكبر من المشاهدين؟ والله أنا كان بالنسبة لي كنت حاسة إن زي ما كانت الحكاية ملهمة ليا وأنا صغيرة، وأنا مليش دعوة بالسينما، حكاية نهلة يعني ووصولها لبطولة العالم وفكرة حلمها الكبير اللي قدرت تحققه، حسيت يعني كان عندي زي كده ايه احساس ان ممكن ده كمان لو عملت فيلم عن الموضوع ده ان هو يأثر في ناس كتير، فنوصل لجمهور اكبر، وخصوصا البنات الصغيرين والولاد الصغيرين اللي هم ممكن يشوفوا في زبيبة بطلة ملهمة ليهم زي ما انا شفت في نهلة بطلة ملهمة ليا. طيب يا مي، يعني عشان برضو يبقى الكلام واضح، اولا ميرسي على الهدايا الجميله اللي انت جايبها لنا دي، انا يعني لما الكاميرا تيجي هفرجها لهم. وعايشه يا كابتن، عشان نبقى بس الناس مركزه معانا، احنا بنتكلم عن فيلم وثائقي بيتحدث عن اربع لاعبات لرفع الاثقال، صح كده؟ وكل واحده وقصتها. لا، هو بيتعامل مع 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 بنت واحده اللي هي زبيبه، باقي البطولات كلهم هم جزء من الحكاية. انت بتتكلمي عن اللي هي البطلة واحدة والباقي برضو ثلاثة تانيين من أبطالنا، ولكن القصة الأساسية عن البنت دي. بالظبط. كويس، واتفضلي. وبتابع بقى زبيبة من وهي عندها 14 سنة لحد ما هي عندها 18 سنة، وتمرينها مع كابتن رمضان ومع البنات، وازاي بتحاول تحقق الحلم انها تبقى بطله في اللعبه دي. بس انت عارفه حاجه، اللي بيهتم بالجزئيه دي او هي فكره مش الفيمينست، هي الشخص او الانثى، اصل الفيمينست دي تنطبق على رجل وانثى، ان هو يبقى شخص فيمينست، الشخص ده بيكون مؤمن جدا بالمراه ويبقى عايز يظهر النقاط القوه فيها والتحدي اللي هي بتواجهه كمان ان هو يساندها. فهل انت اصلا كشخصيه كده، يعني عايزين نعرف عنك انت كمي الاول، ان عشان حاجه زي كده تلفت نظرك اكيد لازم يكون عندك الحته دي. أوكي. صح. هو انا بعتبر نفسي فيمينست، بس مش هو ده كان الدافع الاساسي اللي خلاني اعمل الفيلم. يعني ان انا بحس ان بما ان انا ست، فكنت مهتمه طول الوقت ان انا احكي حكايه بنت او ست تانية، بحس ان دي حاجه انا اعرف، يعني انا اعرف احس بمشاعرها اكتر. فمن هنا جاء القرار ان انا هركز على زبيبه كواحده من البنات، لان في الاخر هم المكان كله ملهم جدا. كابتن رمضان نفسه الله يرحمه ملهم جدا، والولاد والبنات، يعني كل المكان حقيقي ملهم. بس انا كان بالنسبه لي ازاي اركز على شخصيه انا اعرف احس بيها واحكي عنها، فبالتالي الجمهور يعرف كمان يتفاعل مع الفيلم. جميل. احكي لنا بقى عن الثلاث جوائز اللي حصلتي عليهم في حفل ختام الدوره 42 من مهرجان القاهره السينمائي الدولي. والله انا مبسوطه جدا بالجوائز، يعني كانت حاجه غير متوقعه خالص، وخصوصا ان يعني الفيلم هو كان الفيلم التسجيلي الوحيد اللي في المسابقه الدوليه، ففكره ان هو يعني اصلا يشارك مع باقي الافلام الروائيه وبعدين كمان يكسب يعني مش جايزه واحده، ثلاثه، دي كانت حاجه يعني فوق كل توقعاتي، وحقيقه انبسطت جدا. والثلاث جوائز سمعنا كلام عن في كلام يعني عن فكره الترشح للاوسكار في قسم الافلام الوثائقيه، ده موضوع صعب جامد. يعني هو الفيلم اتاهل لاول مرحله، هو مراحل الاوسكار كذا واحده، ففي ثلاثه تانيين، فاحنا في اول مرحله وربنا يستر يعني.
طب مايا، عشان اعمل دوكيومنتري بيحكي عن حد او بعمل بروفايل لحد من الواقع، لازم اكون درست كتير قوي عن الحاجات تخدم الفيلم نفسه بقى. فايه اللي انت حاولتي تعرفي عنه اكتر علشان في الاول وفي الاخر يطلع الصوره بالشكل اللي انت عايزاه؟ لان الموضوع خلي بالك مش بسيط ان انت تعملي بروفايل. والله انا كان بالنسبه لي كانت الفكره ان كنت بروح انا ومدير التصوير في الاول نصور نعيش معاهم يعني بشكل ما، وكانت الفكره ان انا احاول اطلع الحكايه باقرب شكل الحقيقه يعني. أيوة. من غير حتى من غير انترفيوهات، من غير يعني ان احنا نبقى بنسيب الكاميرا دايره وانا في الاول دوكيومنتري من الواقع يعني لايك بالظبط رياليتي. دي اكتر حاجه ابتدينا عليه يعني ابتدينا نعملها، وكان بعد كل يوم تصوير بنرجع كده انا ومدير التصوير نفكر اللي احنا صورناه ده قد ايه ممكن يبقى فيلم. فبعد اربع سنين بتعملي في الدوكيومنتري اربع سنين صورنا اربع سنين والمونتاج مع الصوت بقى مع التلوين خد سنتين كمان، فست سنين يعني. حته صورنا اربع سنين. دي لازم نقف عندها بس بعد ما نرجع من الفاصل ده بعد اذنك، لان انت قلتي جمله ملفته جدا للنظر الحقيقه. فاصل ثم عوده مره ثانيه، اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفتنا العزيزه مي زياده، منتجه ومؤلفه ومخرجه العمل الفيلم الروائي القصير عاش يا كابتن. العمل اللي هي قعدت تصور فيه اربع سنين، ودي النقطه اللي حبينا ان احنا نتوقف عندها قبل ما نطلع على الفاصل واللي اكيد هنرجع لها، بس الاول بعد اذنك يا مي، احنا معانا على التليفون احدى نجمات هذا العمل، احدى بطلات هذا العمل، ومعانا هبه صالح بطله العالم في رفع الاثقال. يا هبه صباح الخير عليك. صباح الخير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. قولي لنا بقى يعني لخصي لنا كده التجربه دي، واكيد هي التجربه الوحيده في حياتك اللي شاركتي من خلالها في عمل فني، يعني تجربتك مع عاش يا كابتن لخصيها لنا كده اتفضلي. هي تجربه جميله جدا، استمتعنا طبعا، وكان في حقيقتنا وصلت للناس، واني ما يجت بتاعتنا وكده ووصلت صورتنا حقيقتنا للناس. جميل. وبتهيألي نوع الرياضه اللي انتم بتمارسوها وخصوصا كفتيات مش بيلقى عليها الكثير من الاضواء، لا حتى في البرامج الرياضيه، ناهيكي عن الفن والدراما، فدي تبقى فرصه كويسه للناس تتعرف اكتر على بطلات مصريات وعلى رياضه يمكن مش مطروقه قوي. طبعا احنا يعني معظمنا كده دايما حاجات بتشوفه، احنا في المرمى في الشارع كلنا من اكبر حد فينا ابطال العالم. انا اخذ 3 بطولات عالم يعني مش معروفه او ما حدش مهتم. فطبعا التجربه دي فرقت معانا كتير، ان هي وصلت يعني صورتنا للناس وفهمت احنا قد ايه بنتعب وقد ايه بنعاني في الشارع، ووصلت صوره المدرب العظيم الكابتن رمضان الله يرحمه للناس. جميل. طب وحسيتي ان في حاجات استجدت عليك انت شخصيا بعد ما شاركتي في العمل ده؟ هو طبعا الافلام الروائيه قصيره ما بيبقالهاش نفس حظ الافلام الروائيه الطويله في العرض الجماهيري وكده، بس هل في اي مشاير للنجوميه والشهره والمجد بعد ما شاركتي في هذا العمل؟ والله طبعا هو بعد ما الفيلم نجح بدات تعرفنا اكتر. جميل. بس احنا كنا نتمنى ان ده يحصل من قبل كده، يعني لما كنا بنرجع من البطولات كنا هو الصوت معرفين. الصوت بيقطع فيه مشكله، بس يعني خلينا نقول ان يعني ممكن جدا اللي حصل ده يكون بدايه لان اللي انت بتأملي فيه يحصل الفتره الجايه ويكون فيه القاء المزيد من الضوء على هذه الرياضه وعلى البطلات المصريات. احنا بنهنيكي وبنبارك لك وبنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا، صباح الفل عليك. طيب خلينا برضو لو تسمحوا لنا بقى ناخد برضو على التليفون معانا سمر حبشي بطلة عالم في رفع الأثقال. سمر بنصبح عليكي في 10 الصبح في الأهلي أنا وكريم، وأكيد كل الجمهور اللي بيتابعنا وسعداء بيكم أكيد، ومبسوطة كمان من السلوجن بتاع عاش يا كابتن اللي هو lift like a girl، يعني في فكرة رفع الأثقال ارفع زي البنت يعني. خليني أوريه لحضراتكم برضو كده
عجبني جدا السلوجن ده. ويعني خليني اروح معاك يا سمر، هي اكيد شفتوه خلاص. بصي، فكره ان انت بنت وفي وسط ثقافه عربيه شويه، احنا عارفين يعني هي متحفظه، او نقدر نقول مش هنقول ذكوريه لان فعلا الموضوع اختلف دلوقتي شويه، ولكن برضو بتعمل علامات استفهام لاي فتاه بتحاول ان هي تروح تلعب او تمارس رياضه مش كومن، او يعني زي ما انت فهماني. اكيد في تحديات، اكيد كان في صعوبات، لكن انت بطله في رفع الاثقال، ودي او ده الملخص. فكره هنا عاش يا كابتن برضو اظهر الحاجات دي واظهر الكواليس ورا يعني شغلكم لغايه لما توصلي بعد كده ان احنا نتفرج عليكي في بطوله. خلينا نعرف ده ازاي يعني عيشته لنا في الدوكيومنتري. هو الفيلم وضح الحاله كلها، ان فعلا في مجتمعنا صعب البنت تلعب رياضه، صعب تلعب رفع اطفال بالذات، بس الفيلم ورا ان البنت تقدر تعمل كل حاجه، تقدر تتمرن في الشارع وتقدر تلعب رفع اطفال، تقدر تبقى بطله عالم وتقدر تعمل كل حاجه في البيت. فالفيلم اظهر كمان الحته دي، ان البنت تقدر تعمل اي حاجه غير رفع اطفال، تتمرن في ظروف صعبه، اعب، حر، كل حاجه. يعني اكيد تحديات. سامعاني يا سمر؟ بالنسبه للكابتن رمضان، يعني اهم حاجه الفيلم يعني ما حطوش بس حاله مدرب، هو مش بس مدرب، بس رجل عظيم يعني اب، وعلمنا كل حاجه. لا هو واضح، ومي يمكن اتكلمت كمان عن النقطة دي بشكل كبير جدا. يعني بصي احنا فخورين بيك، وانا تحديدا ان انا منحازة للسيدات يعني، ومعروف عني مش مكسوفة ان انا اقولها، انا فامنست جدا وبشجع جدا اي فتاة فعلا عايزة تثبت نفسها، واعتقد كريم اي انسان سوي يعني هيكون بهذا التفكير. فبجد احنا مبسوطين بيكوا، كل التوفيق ليك ان شاء الله وكل الابطال المصريين اللي احنا بنفتخر بيهم. شكرا ليك يا سامر. نرجع بقى لمي، واللي انت بتحكي لنا عليه ده يبدو سهل، لكن هو صعب جدا في التصوير الفعلي. فكره ان انت تبقى كاميرا دايره، وان انت بتلمي ماتيريال وبتبني بناء عليه الستوري بورد بتاعتك، فهل ده معناه ان انت واجهتي صعوبات معينه مثلا اثناء التصوير؟ هل كان في مفاجات مش متوقعه؟ هل صورتي مثلا عدد من الايام وبعد كده اكتشفتي ان الماتيريال اللي اتصور ده كله مش هيفيدك باي حال من الاحوال في الفيلم؟ طبعا يعني هو، بس انا عايزه اوضح ان هو فيلم تسجيلي طويل مش روائي قصير، فهو مدته ساعه ونص، وقعدنا 4 سنين بنصور. وكان التصوير يعني كنت دايما بروح انا ومدير التصوير محمد الحديدي، الحقيقه احب احييه جدا يعني على شغله في الفيلم. وكنا بنروح، وكان اوقات ايام التصوير بتبقى مثلا احنا بنروح يوم نصور ونرجع ما يبقاش في اي مشهد ممكن نستخدمه مثلا، ويوم تاني نروح فيبقى فيه 10 مشاهد ممكن تطلع من اليوم ده. فهو كان الموضوع اقرب لفكره الصيد، ان احنا بنروح مش عارفين اصلا هنلاقي ايه او هنعمل ايه، لان من اول ما ابتدينا نشتغل ما كانش فيه، عكس الافلام الروائيه يعني ما بيبقاش فيه سيناريو، هو احنا بنروح في فكره عايزين نعملها، ان انا عايزه اتابع بنت اللي هي زبيبه من اول بطوله محليه ليها اللي هي بطوله اسكندريه لحد ما تحقق الحلم بتاعها في انها تبقى بطله عالم او بطله افريقيه في الرياضه. فطبعا احنا كمان كنا عارفين ان عشان ده فيلم تسجيلي فكل حاجه ما فيهاش اي تدخل مننا، ممكن اي حاجه تحصل، يعني كان وارد جدا ان زبيبه تقرر انها توقف لعب، او وارد جدا انها ما توصلش او ما تحققش الحلم او كده، بس ساعتها كان الفيلم هيبقى عن 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 الرحله دي، عن البنت اللي ما وصلتش مثلا. فطبعا كنا حتى النهايه حقيقيه مش بالضروره تكون سعيده، هي نهايه واقعيه. بالظبط بالظبط، هو ازاي يعني لو رحنا حطينا الكاميرا 4 سنين في المكان ده وتابعنا حكايه واحده من البنات اللي هي يعني سمر وهبه وكل البنات اللي في الفيلم، هم عندهم نفس الرحله، يعني هم كمان ابتدوا من وقت ما هم كانوا قد زبيبه لحد ما بقوا بطلات في اللعبه. فانا كنت مهتمه جدا ابين ده، وبين المجهود اللي كابتن رمضان الله يرحمه عمله عشان
عشان المكان ده يفضل مكمل وعشان يفضل يطلع ابطال وبطولات على مدار السنين. تعرف الجميل كمان في الدوكيومنتري ده او الفيلم الوثائقي ده ان انت عاملاه بشغف، يعني انت مؤمنه جدا بالقضيه، مش فكره ان انت عايزه تروحي تتاهلي او تترشحي حتى للاوسكار زي ما حصل، لا انت عاملاه حاجه مؤمنه بيها، فده ظاهر. يعني خليني اقول لك انا لسه ما شفتوش طبعا، بس هو ظاهر من كلامك. ولو هختم معاكي بالسؤال حول الافلام الوثائقيه، ويمكن ده تاني فيلم على مر التاريخ يترشح اصلا لجائزه أوسكار، فانت قدمت حاجة كبيرة ومحترمة. انت ان شاء الله توقعاتك كده ان احنا ممكن الفيلم ده يفوز؟ انا بقول ممكن احنا لان انا بتكلم باسم مصر هنا طبعا. والله انا بالنسبة لي يعني موضوع الأوسكار ده كان حاجة غير متوقعة اصلا، وهي حصلت فجأة، وهو متأهل لسه حتى ما ترشحش. ان شاء الله يعني نعم. اتمنى لو ده حصل اكيد ده هتبقى حاجة يعني انا انبسط بيها جدا، ولانها هيبقى بالنسبة لي ان بقى في فيلم مصري قدر يوصل للمرحلة دي. خلي بالك مجرد التأهل في حالة زي اللي بتكلم عليها دي إشادة وتقدير في حد ذاتها، إن دي حاجة مش بتتكرر كتير، وما تكون دي باكورة أعمالك في دنيا الفن السابع بشكل عام، دي حاجة محترمة جدا وواعدة جدا، وإن شاء الله يعني تكوني موفقة في العمل الروائي الطويل اللي أنت بتفكري فيه الفترة دي. يا رب إن شاء الله. شكرا جدا يا مي، نورتينا، وكل التوفيق ليكي بإذن الله. شكرا جدا ليكم.